أغمضت ثم رأيتها فأعيني من خلف أجفاني عليها مدمنا. اشوقت تحل شعرها بحضن وارتاح ونشطلها شرط لكن بدي وضحكها وبتشيها لحد ما أبوس يدينها وتسكت خطية وهي أسنانها بيان حقيقة. إذا تضحك تجبال الموسيقى من المفروض تزرع بالحديقة ومن أخذها حطها مزهرية ووقف يمها وتخبل عليها وغازلها بحيث تموع وتذوب وتجب حضنها قبل تحضن هدية وكسر ضلوعها بشبقة لحد ما طلع الحرقة الحلوة بيها لمن تستحم دمقة وعلمها الإلو والمؤلية. بعدها صغيرة ما تعرف شوية محضر لها سوالف مال أطفال أقولها نخاف تستغرب خطية وهي صغيرة وبعينش كبرها وانا ليلية نايم يوم صورها. قمة أمنياتي قمة أمنيات أصفر شعرها وانطيها الصبح بوسة هدية ونيمها على زند المغربية. صباح الخير بس لعيونها تلوق وبلاي عيونها تلوق المنية. معزتها معزتها بعد روحه وقبلها اكو تشبهها بس ما اكو مثلها. يا رب دخيلك حلها وياي جنيت وما تسوين رجعها. الله الله هي حلوة لهالدرجة؟ اي كانها قمر وبليلة قمرية. العفو احلى بعد بس الخلل بيه علي من قارن تعود القمر ما شايل خدود ولا شايل شعرها وعده حنية. اي كانها قمر وبليلة قمرية. الله 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 يالها بيك قول قلبك.